تبطلي طلق يا مرات عمي. حاضر، هطش الملوخيه وجايه. حد يفتح الباب يا اولاد. ما تفتحي الباب يا بنت يا سكر. وانا مالي، انا بحضر السفره. لا هتتقرصي في معميعك. ومالي، بس مش هفتح. انت يا كابر يا كابر. ايه ده؟ انت عامله ملوخيه؟ اه. ريحتها حلوه؟ ما بحبهاش، بتخلي ريحه بقي توم. امال يا اختي ده عز. هاي حبيبتي. هاي يا مامي. هاي يا كابر، الاكل جهز؟ عمك زمان على وصول. جهز يا مرات عمي. طب ادي كيس المكوى للسكر. لا، المكوى دي من تخصصي، محدش يقرب لها غيري. على يا سيد، البنت كسر جاي علينا. يا ريت تبلغ فراغ. كيه فيه يا ولد. طب يلا يلا يلا. ازيك يا مدعم؟ فل. مش شفتك؟ لازم ابقى عزيره حضرتك. انت هتعملهم عليا يا فورياجي؟ ايه المكوى يا شبه وشك دي؟ الحكايه مش حكايه مكوى، انت اللي معرضه عليا المشوار وبتبخ في وشي هاجر وفراق. هو انا ببخ كده لله في لله؟ ما هو من عمايلك السودا. بانا يا ولا، كل ما فوت عليك الاقيك نازل ديدو ديدرابي ديدو ديدرابي مع البت اللي اسمها كابر. كابر؟ اه كابر. اياك تنكر. عايز تقولي انك مش بتلغيها؟ يا بنت الغيها ده ايه؟ انت ما تعرفيش كابر دي تطلع مين. تطلع مين يعني؟ تكونش مين يعني؟ يسرى يا بنت دي تبقى بنت اخو سيادة المستشار. عارفه يعني ايه مستشار؟ لا مش عارفه يعني ايه مستشار. اللي هو بيستشير الناس ده كل يوم. حد النبي ايه يا اخو؟ انت مش عاجبني فيها حاجه، خلينا في اللي احنا فيه. اوعى كده شويه هوا. ايه بس ده حتى بنت دوشه قوي قوي. اه قوي 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 قوي. صباح وحلو. راح فين؟ اوعى كده سيبه. اوعى كده سيبه. ازيك تستهني؟ ازيك يا راجل يا بركه؟ امسك دي العيديه بتاعتك. كل سنه وحضرتك طيبه. لو عزت اي حاجه تعالاني انا هنا فوق. حاضر يا فندم، ربنا يسهل لك يا رب. ما هو مسهلها لي يا حاج، انا عايزاها تتكلكع شويه، فاهم؟ فاهم يا فندم. السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. يلا ربنا يسهل لك ويكلكعها لك يا قادر يا كريم. سيجارة؟ لا أنا مبطل. ما البنت كويسة يا كريم، بس طوبة ما فيهاش روح. هتجهز لي بإيه؟ بالشط الواسع يا إنتاج. أنا جاهزة يا أستاذ. إيه ده؟ هو ده اللي أنا طلبته؟ ما هو أنا طالب إيه في الأوردر يا عمرو؟ طالب عربيتين جولف وثمانية موتوسيكلات وأربعة بيتش باجي. اللي أنا طلبته ما جاش ليه يا بيري. ما هو ما عرفش اتصرف غير في دول امبارح. كلمتك على الموبايل لقيته مقفول، فساسو قالت لي. ساسو؟ اه قالت لي ماشي الاوردر على كده. تاخدي اوامر من ساسو؟ حلو قوي. مادام ساسو بقت تدي اوامر لمديره الانتاج وبتدخل في الاوردر بتاعي، تبقى تيجي هي تخرج بدالي. فركش. انا اخرج على نت. والله فكره روشه. نسيها باري. يس. ايه رايك يا رهيب؟ ليه لا، اهي شغلانه بتشهر برضو. بس في حاجه واحده ناقصاكي. ما بفهمش في الاخراج صح ولا في اي حاجه. اول مره في حياتي فركش وانت السبب. ده خراب بيوت. لو فاكره انك بتحمي في ابوكي، ابوكي هو اللي هيكوع تمن اليوم ده. ده انا كنت بوفر لك في الميزانيه. بتوفري ملاليم متخسرين عمره بيجيبوا ملايين، وتقولي اني دارس اقتصاد. ولا انت صدقت في اليافطه دي؟ تصدق صح، انا طلعت غبيه قوي. سوري سوري يا شيخ. الله عايزه ايه؟ اتعلم. ما تروح اشتغلي في البورصه مع ابوكي. ما بحبش البورصه، بقيت احب الاعلانات قوي. ما
وعاوزه اتعلم. بتتكلمي في ايه؟ انت عشان تتعلمي لازم تشتغلي بجد. هتمرني زي اي حد مبتدئ وعايز يتعلم الشغلانه. هتيجي في مواعيد الموظفين، مش هتمشي غير باذن مني. تقدري؟ اقدر. هتعمل ايه بالليل؟ تبطلي لعب جيمز على الكمبيوتر، ولو غلطتي اي غلطه في الشغل هتهزقي زيك زي اي حد بيغلط. يا ربي تحفه، يا ربي تحفه. والكائن ده ما يجيش معاكي تاني خالص. مش عايزاه. احسن. تستاهلي. انت يا بنت عبيطه تروحي تحبي لي مكواجي؟ ماله المكواجي؟ مش بني ادم ده اتخانق عشاني. وهو في واحده تحب واحد عشان يتخانق عشانها؟ هو اتخانق وبس، ده كان هيموت فيها اضطحم. طب انت ناسي لما قعدت في الجبس شهرين؟ تقدري انت تقعدي في الجبس شهرين عشان خاطري؟ ولا ثلاث دقايق. شفتي يعني ضحى عشاني؟ يبقى لي الحق احبه ولا لا؟ ردي. اللي يضحك في الموضوع انك مش في دماغه خالص. اعمل ايه بس يا ربي علشان المعفن ده يحس بيا ويعبرني؟ هو الجربان ده يطول؟ ده انا تحفه، كنس ومسح وغسيل وعيله، غيرش بس هي المكوى اللي معرفش اعملها وهو هيقوم بيها، يعني هنكمل بعض. انت يا بنتي مش هتبطلي هبل؟ ده لو ابويا وابوكي عرفوا هتبقى كارثه. ابويا ولا سأل فيا، كفايه عليه مراته وعياله. سيبك انت منهم بس وشغلي مخك. صعب، انت عارفه ان مخي ده ما بيخلينيش افكر. انا بقى هفضل وراكي لغايه ما اخليه يفكر، بس لازم تنسي سيد بخه ده، انت فاهمه؟ مش متهيألي، بس اصل لما بخلص الفرجه على المسلسلات ما بلاقيش حاجه تانية اعملها غير ان اقعد بقى وافكر فيه. الا بقى لو في فيلم حلو في السهره، ساعتها ما عبرش اهله الصراحه يعني. وبعدين يعني انا شفت حد غيره وقلت لا. خلاص هخرجك معايا. بجد؟ بس توعديني انك تنسي سيد بخ. خلينا في الخروجه، انا مش مصدقه اساسا ان نيجي اليوم اللي هخرج فيه انا واصحابك السيعه دول. يا لهوي. شفتي بقى ان ما ينفعنيش غير سيد؟ كابر انتي لازم تتصور. اتفور؟ اتفور ده ايه؟ لا لا يمكن اتفور. متبطل بقى وجعت دماغي، انت هبل ولا ايه؟ ساعة ما اشتغلت معاك وانت مرمطاني، بشتغلك سكرتير ودادة ودكتور نفساني وسواق ومرمطون وخليت سنان وبودي جارد، استحمل كل بلاويكي. لا عشان بحبك بجد، حاسس ان انت مسؤوله مني. ده انا بنتي بقعد معاك اكتر من ابوك وامك، وفي الاخر اطرد قدامك وانت تسكتي. اخس اخس. حرام، خلاص بقى فوتها لي وانت بتفوت لي كتير. بس لما سيكريم شلش بتاعك ده يطرد. ما تتزنن بقى، ما انت عارف اللي فيها. انسي، انت مش في دماغه خالص، عشان كده بقى هموت عليه. ما زنقتش على سيكريم ده يعني؟ لا زنقت، بحبه. تخيل بقى، هو ده الراجل اللي اتخلق عشاني، فاهم يعني ايه؟ لا مش فاهم، تخيلي بقى. اهدي عشان خاطري، مفيش داعي للعصبيه بتاعتك دي. فعلا انا متعصبه قوي. ما تطلع تجيب لي مهدئ. لا بلاش المهدئ، بتقوم الصبح مجنونه. طب اعمل ايه؟ بصي احسن حاجه جه معاد الدكتور النفساني. اتفضلي. اوكي. جاهزه؟ قولي لي يا ساسو، ليه كريم شلش بالذات؟ بيعملني حلو قوي يا دكتور. فشارة، ده بيسحلك. يعني بيعملني صح، انا ما ينفعش معايا غير كده. تفتكر ال 13000 خطوبه اللي اتخططتهم اتفسخوا ليه؟ عشان ما بتقصيش ضوافرك. حمار، عشان بيعملوني غلط. اوكي ريلاكس ريلاكس. حاضر يا حبيبتي، لطفي فيا حياتي، بحبك يا بيبي. غلط، انا ما ينفعش معايا كده، انا لازم اتسك اخد على دماغي. وكريم بيعمل معايا كده، ده ناس تديني بروسيه. واو يجنن يا بنتي. مرضك ده ملوش علاج، انت عندك 50 عقدة في الثانية. اتهبب، خلينا اكمل. اوكي جو اهد. ده غير بقى المشارس، وايد صحراوي مهيني غباتي بترب مزز الصراحة. هو مين ده اللي مزز؟ فوقي ده كريم شلش يا سعادة الباشا. اخرس انت، اخبريلك اي شركة من الشركات بتاعتي في المية أو الورق أو العقارات،
طلع لها فايل باسماء الشركات بتاعتي، نقي لك منهم اي شركه. هو انا بنقي برقوق؟ انا عايز اشتغل في الاعلانات. خلاص يبقى ما تقرفيش كريم، لانه ممكن يزهق ويفض الشركه اللي بينا. ما تنسيش ان هو اللي كبر الوكاله في 5 سنين بعد ما كانت بتخسر ملايين، ما تخربهاش وتقعد على ذلها. اوكي بابي. غيري تسريحة شعرك دي، دي بشعة بجد؟ بصراحة؟ اه بالليل سرحيه ان شاء الله حتى تحرقيه، ما هو دي مش اشكال الواحد يشوفها ويتكلم معاها. يا ريت يا ابني، ابوها شريكك ومشارك في نص مشاريع البلد، انا لو منك ما فوتش ابدا بنت زي دي. حد يطول يتجوز بنت ملياردير؟ يا هي دماغك وصلتك لحد الجواز؟ طبعا دي فرصة، بس ده جواز مش صفقة، يعني على الأقل لازم يكون فيه مشاعر. مشاعر يا عمرو مش مشاريع، تعرف المشاعر؟ ايه ده يا ربي، انا مصاحب ملاك. اه بقولك بقى حاجة عشان ترتاح، الملايكة ما بيتجوزوش. ما شافتنيش. مين دي؟ نيفين صفوت. لا مش هي. لا هي والله. وبتستخبي منها ليه؟ يا ساتر، دي دمامة ودمها يلطش، دي بشعة. لو عرفتي اتجوزت مين كنت خدتيها بالحضن. دي تتجوز دي؟ مين الواقع اللي رضي يتجوزها؟ شريف عزمي. شريف عزمي؟ يا نهار اسود، ده قمر بقى الواد المز ده. يبص لدي، ده وهم، ده ملياردير. ازاي عرفت توقعه؟ ده حكيت ورا سنين. ولا هو معبرها؟ طبعا عنده حق. امال وقعته ازاي؟ احكي لك، اصل انا عرفت القصه من صاحبتها الانتيم. معاكي ولاعه؟ لا مرسي. مرسي قوي. راحت للدكتور شمردل، عارفينه؟ الدكتور شمردل العبقري الفلكي المشهور. اه افتكرته، ده اللي اعلاناته بتنزل في المجلات. هو ده عمل لها عمل ما يخرش الميه، خلى الجدع ده يحفى وراها لغايه ما اتجوزته. يا بنتي الايه جدعه، يعني اخت حضرتك اللي جات لها فلوسها مش قلتلك؟ سوري مش حاضر اطول معاكي، عندي ناس. اوكي alright باي. امر قول انت، مش انت بتعرف كل حاجه؟ استغفر الله، احنا اسباب، انا مجرد اداة. شكلك عندك مشاكل كتير. بالعكس، انا ما عنديش غير مشكلة واحدة بس. اللي هي ايه؟ اتسرقت من 20 سنة، كان عندي فلوس كتير قوي، واحد صاحبي خاين خدهم وكتبيهم، دلوقتي بقى راجل مهم مشهور ومليونير ونصاب، وانا بقى جاي اخرب بيته. اهدى اهدى خالص واطمن، فلوسك هترجع لك لحد عندك. ده انت معاك شمردل، تقدر تجيب لي حاجه من قطره؟ دكتور شمردل موجود؟ ايوه اتفضلي ليك. لا انا مستعجله قوي، يبقى حاطط فايده. طب بتاخده بكده الكارت؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ الله ادي قطره كده احلى. انت ليه قطعتها؟ انت حاجه غريبه ليه؟ مين؟ منصور الضب؟ كفار يا راجل، خرجتي ليه؟ خرجتي امتى؟ انا الاول. ها؟ انا ما خدتكش ما خدتكش، وهتستفيد ايه لما تقتلني؟ ما انت هترجع السجن تاني. بس هبقى شفيت غليلي. طب بس اهدى 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 واسمعني، انا هحكي لك. اهدى اهدى، اقعد اقعد. ابني
انا رحت لمراتك مليون مرة وما لقيتهاش. كل ما اروح عليها اسحب. شوف انت مراتك بقى كانت بتروح فين؟ انا لو اعرف مكانها كنت رحت لها. عموما فلوسك موجودة وزيادة شوية. نعم فلوسي موجودة وبزيادة. انت بتكلم في ايه؟ انت عاوز كام يا منصور؟ عايز كام؟ كل ده بتاعي، كل ده ملكي وبفلوسي. لا يا منصور، كل ده من هنا، من ذكائي بمجهودي وعلمي. نعم اخويا. عايز تسمي النصب ده علم؟ شمال ده بيجيب لي الرجالة اللي انا عايزاها، ده جاب لي لغاية دلوقتي نص دستة. اوه مونديو، بس مش عارفة بيموتوا على طول. المهم ان انا دكتور وعالم، عالم في علم معترف به في كل الدنيا، اسمه علم الفلك. نصاب برضه؟ انت صيع عليا يا بقى. ده انا اللي علمتك الصياعة. انت ماشي من 20 سنة لما جيت السجن وانت مستجد وخيخة. نصاب هايف وسط قتالين قتلة. فاكر الوصل ده يا شباب؟ ده الوصل اللي انت ماضي عليه انت واثنين شهود. ابلغ البوليس اقول لهم كل الفلوس بتاعتك دي منين؟ فاهم؟ دي فلوسي انا اللي سرقتها وتعبت فيها. ابلغ الصحافه وقول لي انا بقى هطبعها لك في ثانيه. بقول لك يا منصور، ما تهدى ونتفق. ايوه نتفق عليك نور. ولغاية ما نتفق بقى انا جابت لك هنا. هاي هاي أمينة، ازيك؟ ازيك يا عم؟ الحمد لله. ازيك؟ ازيك انتي؟ ايه الأخبار؟ زي ما انت شايفة مشغول. كلمتك كتير الفترة اللي فاتت بس ما كنتش بترد عليا. ممكن تديني فرصة اتكلم معاك؟ انت لسه شايل مني بعد كل الفترة دي، ممكن تديني فرصة تانية؟ محشتكش. اعكس، مش انت بتعرف تعمل كل حاجة وعامل شاطر قوي؟ خلي دي مع ده وده مع دي، وريني شطارتك. ها يا استاذ سامي. عاوز ايه انت؟ عاوز ايه؟ شوفوه عايز ايه ده؟ محدش كلمني خالص. خير يا سالم بيه؟ مالك؟ ايه ده مزعل نفسك ليه؟ ليه الرسالة الخايبة اللي انت اتكرمت وبعتها لي دي؟ احنا هنقضيها رسائل مع بعضينا ولا ايه؟ ونبطل شغل بقى. اهلا 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 سالم بيه. يعني انا لازم اجي بنفسي اخد الشرايط ولا ايه؟ مش فاهم انا. وبعدين ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ فلوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت مش عارف ان انا واخد معاد عرض في التلفزيون؟ المرة اللي فاتت انا بعت لك الشرايط على مسؤوليتي، المرة دي انا اسف جدا. معايا شركة والفلوس دي بنتحاسب عليها. الله 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 الله، ده كلام جديد بسمعه بقى. انت بتتحداني كده؟ واتحداك ليه بس يا سالم بيه وانت من اهم عملائنا؟ لكن مش بايدي اخدمك المرة دي كده. طيب احنا هنقضيها لعبة مع بعضينا بقى. ماشي العب يا كريم يا شلش. كده يا كريم انت هتخسر حملة الاعلانات الجديدة. ما انا مش هكسب منها بالطريقة دي. هو هيدفع يعني هيدفع، هو مضطر. مش شرط، ما انت عارف سالم ممكن ينزل باعلاناته القديمة وساعتها بقى هتبقى خسرت عميل مهم. مهم ازاي هو نصب علينا؟ وانت خس عليك ايه؟ ما انت بتقبض كل شهر. اشمعنى بقى مجرجراني معاك المرة دي؟ مش فات 10 ايام على العمل بقى كنا فوق نشتغل. انا بقى هفرجك على ابن بخ وهو مزلول التاني. تفتكري؟ اول لما تشوفي كده اقرصيني عشان اتاكد اني مش بحر. انسى دينا وكابر، ده ايه النور ده؟ والله يا كابر ليك وحشة جامدة قوي قوي على حق. يعني دي الدنيا كانت مظلمة وملهاش لا ريحة ولا لون ولا طعم من غيرك. يعني حتى الهدوم بقت شبه بعضيها. اللي كنت غطسانة فين بقالك كام يوم؟ مشغوليات شوية شغل كده. والنبي توظفتي؟ تقريبا. اللي فين يعني؟
اسرار يا سيد، ما انت عارف الشغل اسرار، وبعدين مش وقته دلوقتي. طب انا كنت عايزك في موضوع يعني على اساس في حساسيه كده بيننا وكده. هاي قر اتكلم، ما تقلقش من دينا. انا هتسامحيني؟ خلاص يا سيد مسامحاك. ابعت. انا اقوله ما خافش. خلاص يا سيد ننسى اللي فات وخلينا في اللي جاي. ها مش تزعلي على ده، بس كمان كنت سرحان يعني اتحرق منه وانا بكوي. ما تقلقيش. مزيك حلو قوي، هو ده الجينجل اللي انا عايزه. يعني ايه جينجل؟ الاعلان ده ممكن يبقى ساحر لو حطينا فيه كل البوينت اوف سيلز. اه بيري اكتبي عندك يجيبه مع اللمبات الابولو 18. ابولو حلو، دخلنا على الفلك. عايزك بعد الاجتماع. ايه يا جماعة الدخان ده؟ نحضر أرواح ولا ايه؟ هوا نفوق بقى يا جماعة، خلاص الاجتماع خلص، يا دوبك تلحق آخر قطر. يلا مش شايفة ان انا مشغولة؟ صح بقى. ايه بقى؟ ايه؟ مش قلت لي انك عايزني؟ عجبتيني قوي النهارده. ها؟ ابتديت تكتبي وتركزي، حسيت انك عايزه تتعلمي فعلا. خليكي بقى كده مركزه على طول. بس عايزني في كده بس؟ ايوه. هايل بجد هايل. سيسو سيسو سيسو، مستر كريم فاضي ولا معاه تليفون؟ ودي مين دي بقى ان شاء الله؟ دي مهينار. مين؟ مهينار؟ ما هو باين. مين يعني؟ الجير فريند بتاعت كريم؟ لا، دي السكرتيرة الجديدة اللي هتشتغل بعد. ساسو ساسو بس مين هلاقيها؟ هايلة والله. بص يا نار، انت هتخلعي من هنا. نعم. هما اتفقوا معاكي على كام؟ على 1000. ليه؟ لا انا هديكي 2000. حمدي معاكي عقد بسنتين وشهرين تأمين. اوكي اتفضلي امضي هنا. اعتذرت يعني ايه؟ مش كانت اتفقت خلاص؟ هو لعب عيال. انا برضو مستغربه، مع اننا كنا لطاف جدا معاها. كنتوا مين؟ انا وساسو. ساسو ومستغربه قوي انها مشيت. طب اقل واجب علوم، مش مشكله، نزلي اعلان في الجورنال اطلبي فيه سكرتيره، واكتبي شرط اساسي في الاعلان يقول للسكرتيره اشتغلت قبل كده في مستشفى المجانين وبتعرف تتعامل معاهم كويس. طبعا ده شرط اساسي حضرتك. اه وجيب معايا شهاده خبره كمان. اوكي سيور باي. ساس 48000 جنيه هتدفع بالدولار؟ 9000 هتدفع بالاسترليني؟ 8000 هتدفع ولا الاستاذ يضمنك؟ الاستاذ محتاج اللي يضمنه. المهم 48000 بتوع ايه؟ حق السكرتيره اللي طفشتها النهارده. صاروخ كلفتني 48000 جنيه وما بعتهاليش ليه؟ لا وايه؟ هينزل اعلان في الجورنال يطلب فيه سكرتيره تاني. ايه بقى؟ ايه؟ هفضل انا كل شويه اطفي السكرتيره بالمنظر ده؟ لا شوف لك حل انت والعفاريت بتوعك، ولا ما عندكش عفاريت والسوق نايم اليومين دول؟ الاعلان ده نازل امتى؟ ايه؟ هتخلي عفريتك ما ينشرهوش؟ لا هسيبه يتنشر، بس هعمل لك عليه شغل جامد قوي. هنزل بتوقي. يا راجل شكلك هتطلع بق في الاخر. اهو الإعلان أهو. بيجي بيجي بيجي. نفسي أفهم أنت في دماغك إيه بالظبط. سيبنا أشتغل بقى عشان أحبك.
الو مدموزيل دينا، كنت طلبتي مني خدمه. انا اشتغل؟ طب وليه لا؟ انت مجنونه يا بنتي، لو اشتغلتي حياتك هتتغير خالص. بلاش طريقه وحده ممكن، وبعدين مين المعتوه ده اللي يرضى يشغلني عنده؟ مين المعتوه؟ ردي بسرعه. الو مين؟ انا مخرج لاعلانات كريم شلش. شبش؟ والله ما انا عارف اذا كان شلش ولا شبش. انا مخرج الاعلانات الفظيع جدا طبعا، عارفاني. عامل اعلانات؟ عامل اعلانات. طب كملي، وعايزني في ايه انا بقى؟ اعلان زيت ولا سمنه بلدي؟ انا بقول خلينا في السمنه البلدي تبقى احلى. نعم. اشتغل سكرتيره عندك؟ الله، طب مش معنى اخترتيني انا دون عن البنات الريوشه اللي في البلد؟ ايه سمعت عن ذكائي؟ هو للدرجة دي ذكائي مسمع؟ لا إله إلا الله، قادر على كل شيء. أيوة معاك. بصي يا ستي، أنت هتيجي بكرة تقدمي على الوظيفة. مجموعة وظيفتي أنا عارفة الشركة. هتطلبي تقابليني، ولو حد منعك اعملي اللي وادخلي عليا مكتبي. فاهمة إزاي؟ وتبصي في عينيا كويس وأنت بتكلميني. اصل انا بحب سكرتيرتي تركز في عينيا عشان تتعلم تفهمني من بصتي. واوعي تقولي المخلوق اني كلمتك ولا حتى لي انا. مفهوم؟ معاكي بقى ورقه وقلم عشان تليفوناتي. 370؟ لا قولهم لي مفرط نمرة. 370. ماشي. لا مش حد، ودي حاجه تتنسي؟ دي معجزه يا راجل. سلام. ده انت اهطل بقى، ده بنت عبيطه ما تعرفش الالف من ايد المقاس، وده واد مطقطع بتاع اعلانات، ده منزل اعلانه بالانجليزي. بانك ما تعرفش انجليزي شمردل، بانك هتطلع اهطل اخر الفيلم. انا من زهر للدرجه دي انا واصله؟ بكتب كدبه بيضا على واد سيد واقول له اني بشتغل تقوم تحقق كده على طول؟ لا الموضوع ده ما ينسكتش عليه، ده انا فيا حاجه لله بقى. هو ما فضلتش غير واحده بس، يعني شكلها ما ينفعش خالص. ده انا حتى جالي تليفون من واحد ما اعرفوش قال لي انها مش مكمله تعليمها ولا معاها كمبيوتر ولا لغات، تصور انها كمان. ومشيتهاش ليه؟ مش عايزه تمشي. سلام. عامله قلق جامد جدا ومصره تقابلك، قال يعني البت فظيعه، وبعدين انا مش قادره عليها، ده انا قربت اولد من كتر زنها. اوف، دي مجنونه رسمي. انت كريم شلش؟ لا هولد. مش انا خالص. ايه هتفضل مديني ظهرك كده؟ ما ينفعش. بصلي، حط عينك في عيني، شوف انا مذاكره ازاي. هو يعني من شويه بس صغيره جات واحده اشتغلت خدت الوظيفه، يعني انا اسف جدا معلش. يا سلام عليا الكلام ده يا سي كريم. على فكره المقابله انتهت من ساعه لما دخلتي، يا ريت بقى ما تعطلينيش. مش ماشي. ايه رايك بقى بطل الحركات دي؟ حركات؟ انت غريبه قوي، جات هراجي هنا ولا ايه؟ الله، ده الموضوع كبر. شكلك كده اتضايقت ولا ايه؟ شكلك مش فاكر. انا كابر. اسم غريب قوي، اول مره اسمعه. عاجبك قوي؟ يعني مش زعلان كمني ما بعرفش انجليزي؟ مش عارف. ولا معايا شهادات؟ مش عارف. هستلم الشغل امتى؟ مش عارف. نفسي افهم انت بتضحك قوي كده على ايه؟ على التليفون الخايب اللي انت عملته. انت مش برضه كلمت سكرتيره سي كريم عشان تزنبق البنت كامل؟ يا ابني انا سر ماتع. يبقى السبيل انت بتلعب عشان تكسب الرهان، انا بقى بلعب عشان ابوظ صورة. بتهيألي من حقي انا كمان عايز اكسب، وبعدين انت مش لوحدك. انت معاك شمهورش.
الله الله الله، انت عارفه؟ كده بقى نلعب على المكشوف. بس خلي بالك، لو فتشت السر هعرف، وساعتها اللي هيبقى فيه مكسب ولا خساره. عيب، ده انا اللي معلمك اصول وشرف الرهان. اتفقنا اتفقنا. تعرف قميص الكلام ياض هيكون بكام يعني يا باشا؟ ده كبيره 300 في رغيف من الوكاله. ده 600 جنيه يا حيوان. يا عم 600 جنيه ايه؟ بيتكلم لغات ولا بيروح مكانك الشغل؟ ولا بيسخط في مراتك وانت مش في البيت ولا ايه؟ ده هيروح في داهيه بقى. مسيره هردها له، بس انا اللي احترمت شيخوخته يعني. يا حبيبي يا بخه، ده راجل مفتري قوي، ده شرحك يا ولد. كان ممكن اعمل له عقه مستديره، بس انا ما رضيتش يعني احرجه قدام مراته وكده على اساس ان هو بيه. وانا ممكن ابقى بينا كمان. بأمرت ايه بقى ان شاء الله تبقى بيه؟ لا لا لا، دي وسعت منك. ليه؟ ما ممكن افرقع في السوق واضرب مره واحده. ليه ان شاء الله؟ هتاخد بطوله العالم في الكاوي؟ لا يا خفيفه، انا ممكن اعمل شريط افرد بيه السوق واكويه وابخ مصر كلها بوستراك. ايه؟ تبخ؟ تصدقي وتامني بالله، المنتجين اليومين دول بيحفوا ورا المكوجيه. يا خرابي يا خرابي على الجمال، الواد قمر غزال. فيه الاعلانات بتحدف عيال حلوه كده. ده واد جاي من حته تانية، ده غير العيال الهفا اللي بشوفهم دول خالص. لا وايه، اول لما بصيت في عينه حسيت بالايه، مش عارفه هي حاجه كده شبه الاشعرينه. اه بس حصلت ليه؟ ده باين لي حبيته. حبيتيه؟ يا ريت. انا ما قلتش كده. انا قلت كده؟ لا ما قلتش. لا قلت. الله، طب وسيد بخ؟ بلا سيد بخه بلا سيد قشطه. التاني قشطه قشطه بجد. وايه؟ هراني تسبيل، هراني. انا من ذهل ايه اللي بيحصل ده؟ باشا امرني حضرتك. بص يا سيد، انا ريجيسير ومرشحك تصور بطوله اعلان. والنعمه يا باشا امثل. الشركه اللي انا بشتغل فيها هتصور اعلان عن مكوى جديده. اشكي منك يعني ستايم وكده حضرتك. احنا بندور على وجه جديد يمثل الدور ده، عشان كده فكرنا ان احنا نجيب مكواجي بحق وحقيقي يمثل الدور عشان ما يتعبناش. لمؤاخذه. اتابيك. لو اني شاكك انهم ممكن يقبلوك عشان حكايه المطبات اللي في وشك دي. لا يا باشا، دي شويه تعوير كده من مخاطر المهنه لا مؤاخذه، بس يعني هتروح. خلاص عايز كده بقى تروح بكره تقدم على الدور. صباح وفن يعني؟ ممكن تعملوا لي بوستراك كده في الشارع وشريط وقفشات وكده؟ نعمل لك اللي انت عاوزه، بس ايه؟ لو عجبتنا يا رب يا رب. انا عاوزك تهدى بقى وترسم معايا وتسيبك من التوتر اللي انت فيه ده. انت هتروح بكره الشركه وتسال على مكتب الانسه سميه سعد حامد. انا كتبت لك اسمها في الورقه دي مع العنوان بتاع الشركه. باشا والنعمه باشا. الانسه سميه هي اللي هتسهلك الشغلانه، بس خلي بالك اتكلم معاها بمنتهى الادب والاحترام، يعني تحسن ملفظك وانت بتتكلم معاها. ما تنساش دي بنت صاحب الشركه، يعني ابوها ملياردير. يعني حد جامد يا باشا؟ اوه قوي. لا مؤاخذه يا باشا، يعني الملياردير ده يعني ما بيقفش له كام كده في الشهر؟ ما هي 47 قرش. ايوه دكتور شمال. ازاي؟ زفت. ليه بس؟ اختار سكرتيره تانيه خلاص. طب وايه يعني؟ يعني ايه وايه يعني؟ مش يمكن تطلع صاروخ زي اللي قبلها؟ ما تخافيش ما تخافيش، دي السكرتيره دي هديه مني ليكي. انا مش قلت لك هعمل لك شغل جامد؟ هتعمل لي شغل جامد؟ خير ان شاء الله. لا مش وقت، لما اجي لك هقول لك. شكلك كده حسابك تقل معايا. هاي. مش وقتك خالص يا ساس، عندي كارثة. اوف هتكتم اهو. طب يوه خارجة انتي؟ لا انتوا تعرفوا بعض؟ لا. لا انتي جاية ايه؟ تعمل ايه؟ انتي سكرتيرة؟ اه. يس يس.
متأخرة نص ساعة. معلش. طيب كابر، الحقيقة كده وحصل حاجة امبارح بعد ما انت مشيتي. كان في سكرتيرة وكانت بتشتغل هنا ومشيت ورجعت امبارح تاني يعني. فهمت. ما انا برضو استغربت. انا عارف اني منفعش. على العموم متشكرة. انا ماشي. راح فين؟ انا ماشي. مش حضرتك قلت اني ما ينفعش تمشي. انت لازم تستني هنا. انت كده بتلعب بطريقتي. عملتها مره وفوتها لك. سقت فيها. لا عندك بقى تلعب مع فريتك ماشي يا حبيبي، ما هي من ضمن عده النصب بتاعتك. لكن تليفونات ومقابلات وخطط لا، دي بقى لا فيها ساحه ولا عبقريه. اللعبه على كيف. يخرب بيتي، هو في ايه حضرتك؟ في ايه؟ دي مجنونه دي ولا ايه؟ اتخدت من شكلك. انا كنت فاكر ان في حد جاي ورايا بسنجه يعني ولا حاجه. سوري معلش. ايه ده؟ انت متعور؟ لا دي حادثه حضرتك. معلش. انت مين؟ ها؟ مش عارف. هو انت اللي مين؟ مش عارف. وانت؟ والله ما فاكر، نسيت. لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. لو يسحروك مرة العيون او يجرحوك برمشهم. لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. سحر العيون سحر العيون سحر العيون سحر العيون. مش كل دمعة تصدقها، مش كل نظرة تعشقها. عيون كتير ممكن تكذب تدخل قلوبنا وتسرقها. سحر العيون سحر العيون سحر العيون سحر العيون. متصدقش عيون كدابة، صدق بس عيون صديق. يا معيون مليانة طيابة، يا معيون مليانة حالي. لو يسحروك مرة العيون أو يجرحوك برمشهم. لو يشغلوك ويصهروك اوعى تصدق سحرهم.
يلا يا حبيبي لم خرجاتك وكراكيبك وارحل عشان ننظف الفيلا. انا خلاص كسبت الرهان. بأمارة ايه؟ بأمارة اللي انت شايفه ده. شايف ايه؟ البنت ساسو لقت أراجوز بتلعب بيه وكابر مبهورة بالواد اللي اسمه كريم. لكن المفروض نهاية الحب ايه؟ الجواز. اهم لسه ما اتجوزوش. ده احنا مش هنخلص بقى، لان بعد ما يتجوزوا هتقولي لا لازم يخلفوا. لا 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 لا، مش لازم يخلفوا، ممكن يتبنوا. انا هشتغل واحد من الاثنين دول على فكرة. انا شايف ان الاولاني اعلى بكتير. فعلا ده تيب حلو قوي. عنده قبول، بس ده سكه والتاني سكه تانيه خالص. طب بس فعلا ممكن ساسو سيبينا نشتغل. لا سيبني انت بقى قول رايي، ما انا لو ما قلتش هيجيلي شهر عايش، ما انت عارف. اتفضلي قولي. زمان كان في نجوم محبوبين جدا زي عبد الحليم حافظ، رشدي اباظه، عمر الشريف. ليه؟ لانهم كانوا شبه الناس في الوقت ده. الناس وقتها كانوا مستحمين، شعرهم بيلمع، حاطين بارفان، هدومهم نظيفه، لان ما كانش عليهم ضغوط كتير. لكن دلوقتي الناس تعبانه قوي، الناس مضغوطه وعندهم مشاكل كتير. طبعا انتوا مستغربين اني بتكلم عن الناس دول. ايوه بس ده مش موضوعنا، احنا بنختار بطل للاعلان. الناس دلوقتي عايزه البطل بتاعهم يبقى زيهم، شبههم، وش مرسوم على الشقه زيهم. ويا سلام بقى لو واخد المطوتين في وشه. طب والله هياخد مع الناس جامد وهيحبوه اكتر. وسيد مش اسمه سيد برضو؟ anyway الواد ده شكله قريب جدا من الناس لانه منهم، صح؟ صح جدا. ايه ده؟ يعني اقتنعت برايي؟ تخيلي. يس. يا ابو سعيد او سر الاله اطلع. انقذ حياتي. مش اقصد. يا رب يخرب عقلك. لا كنت افقص. لو كنت موت كان شكلك هيبقى بيا قوي. تعبت يلا. في حد يموت قبل ما يمس الاول اعلان. يلا ازاي؟ مبروك يا تيتو. شيرت يا جماعه. Oh no! طب بص. Oh no! وحشتيني، وحشتيني بفظاعة. بشناعة. بشاعة. بهبالة. Oh no! طب بص. يا ربي. ده يطلع مين بقى يا عم، رهيب ولا رهيب أنت كمان؟ شوف أنت بقى. وأنا هيبقى نهار أسود النهاردة. إيه ده؟ إيه؟ أنت وميكي اتطلقتوا؟ بابوس. او نو. والبشمهندس ده اللي متجوز مين؟ هتخلفه ايه بقى؟ بطوط؟ لا بس دول زودوها قوي. الجديده بقى قابلتها في الكاريبيان يعني. حبينا بعض في ثلث ساعه، اتجوزتها بعدها بساعه الا ربع، بعدها بربع ساعه طلقتها. واو ذاتس فيري رومانتك. بابوس. او نو. عيب عيب يا ساسو، يا ساسو عيب. مش كده؟ ابقى في احلامها بقى لما تيجي اللي بتعمله ده خطا كده. انت لازم تقف عند حدها. يلا مستني ايه؟ طيب باي. يلا اي كول يو. اوكي البنت ده هتتعور النهارده. طيب والا هاي مين ده اساسا؟ بوبوس. ايه بوبوس ده يعني؟ يعني بوبوس. ايوه يعني مين؟ ايه ده؟ He's a very good friend of mine. اذا كان كده معلش. شعير. Hi, Kareem. Hi. How are you? Fine. How is life? تمام. على فكرة I saw your last commercial. كان حلو قوي. Did you like? مع عمر هنا. Yeah, it was great. Thank you. Anyway, أنا هات. Okay. عمر هناك أهو. خليني أشوفك. Bye. Okay, bye. ما توقعتش أقابل حد. قول لي بقى هو إيه اللي عمرو هيفهمه غلط؟ أنا مش قصدي. أنا قصدي إن نظرة الناس لي. السكرتيرة والمدير نظرة غالبا بتفهم غلط، وانت مش كده، انت مش عايز حد يفهمك غلط. نظرة الناس للسكرتيرة
دي جديدة عليا. ومن مين؟ من دول؟ واحدة هاي كريم والتانية دول اللي ممكن يتكلموا عن الناس؟ وانت بقى بتفكر زيهم؟ انا كنت بفكر زيهم. دلوقتي وانا معاكي بفكرش. يعني ايه بالظبط؟ يعني وانا معاكي بحبك وخلاص. انتي السبب، كبرتي في دماغها حكايه الشغل دي، ومن ساعتها وهي طايحه. الساعة داخلة على واحدة اهي والهانم لسه ما جاتش. وفيها ايه يعني؟ ما انا ساعات بتأخر اكتر من كده وما بتحصلش مشكلة. مساء الخير يا عم. مساء النور. انا اسفة على التأخير، بيأخرونا في الشغل ساعات. معقول يا كابر في الشغل لغايه دلوقتي وصحتك بقت دايما في النازل؟ كان الشغل هيعمل فيكي كده بلاش منه. عندك حق، صح، بلاش منه. كابر انا مش هشتغل سكرتيره تاني. كابر ايه اللي انت كاتباه ده؟ انا حر، مش عايزه اكمل. غريبة قوي. أكيد واحدة زيي تلاقي واحد زيك يحبها بتقوله مش عايزة، لازم تبقى غريبة. أنت مش واخد بالك ولا إيه يا كريم؟ إحنا مش شبه بعض، فعلا مش لاقيين على بعض. مش ضروري، مع الوقت والعشرة وحاجات تانية هتلاقينا قربنا من بعض. طب والناس؟ هنتعب شوية لغاية لما يفهموا. على إيه التعب؟ تفتكر الحكاية مش مستاهلة تعب؟ لا مستاهل، مستاهل أكتر من التعب. قصة الحب على فكرة مش كلها خيال، في منها حقيقي. أنت غاوي تعب بقى، خد بالك هتتعب جامد. خايفة عليك. متخافيش، أداوي قدود. تعالوا الحقوا يا جماعة، كريم عامل كارثة. لو ماشي طريقك صحراوي مش لاقي في السكة أهاوي، يبقى الحل إيه؟ لو كنت رفيع ومعصعص وقصب اتبهدل واتمصمص، يبقى الحل ايه؟ شلاتيمو. لو ماشي طريقك صحراوي مش لاقي في السكة اهاوي، يبقى الحل ايه؟ شلاتيمو. لو كنت رفيع ومعصعص وقصب اتبهدل واتمصمص، يبقى الحل ايه؟ شلاتيمو. اشرب جردل منه كفاية بس يكون عالريق شهر، وشوف نفسك في مراية الأشوال دي. لو شايف فوق السرير في عصابة وشلة صراصير، يبقى الحل ايه؟ شلاتيمو. شايف فوق السرير في عصابة وشلة صراصير، يبقى الحل ايه؟ شلاتيمو. لو جوزك قرفان من البيت وجمال بيهرب عالغيط، يبقى الحل ايه؟ شلاتيمو. لو جوزك قرفان من البيت وجمال بيهرب عالغيط، يبقى الحل ايه؟ شلاتيمو. حط 2 كيلو على خدودك وسيبيه على الله، جوزك هيحبك ويعوزك وتعيشوا الحياة. سيد قول سيد قول سيد قول 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 قول
يا دي الفرحة في القلب مش في القافة. وانت يا مخ يخرب بيت ليلتك، اوعى تكوني وانا انت اللي بتاعك. ايوه يا اخت، انا اللي كنت بلعلع في الاعلان. مش فاكرة لما كنا في الجنينة وقلت لك انا هبقى بيه وقعدت تتنوري عليا؟ كنت بستظرف بتريق مستضعفاك. اوه اديني فرقعت وبقيت نجم مبنوك واتشهرت اكتر من فريد شوقي في تعالولي مجرمة. صباح الخير. تحت امرك يا فندم. حضرتك راحة فين؟ الله، امال كريم فين؟ مستر كريم عنده تصوير. صح، ده قال لي وانا نسيت. هو بيصور فين؟ هو بيصور فين؟ معرفش. هو انت مش سكرتيرته؟ ازاي ما تعرفيش بيصور فين؟ ظروف، اصل ظروفي صعبة قوي اليومين دول. يا حرام، تصوري باين عليكي. مش مهم، هكلمه على الموبايل واعرف هو فين. ده لو لقيت الموبايل مفتوح. نقول له مين لما يرجع. باين عليكي جديدة قوي. قولي له مدام في ميهان، هتعرفي تقوليها ولا صعب عليكي؟ اقولك على فكرة، قوليها 10 مرات بينك وبين نفسك، يمكن تحفظيها. ولا اكتبيها مرتين، مرة نسخ ومرة رقعة. ولا ما خدتوهاش في المدرسة؟ باي. في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان. وايه يعني؟ حصل لنا الرعب يا اختي. طب طب مش كده خالص، عايزه نعمه سموث. انزلي بالمزيكا. ثواني اصبر حاجه. كان كده ايه؟ ثلاثه افضل. ما قلتيش انك جايه يعني. فجاه وحش مش كده؟ معلش قطعت عليك الجو الرومانسي. جو رومانسي ايه؟ ايه العبط ده؟ صح، هو مبين عليا عبيطه باماره. في ميهان. في ميهان؟ عدت عليك وما لقيتكش. روح اجري بقى صالحها لحسن تزعل. في ميهان؟ دي مش غيره، ده مرض. في مهان تبقى امي. امه. انا لله وانا اليه راجعون. دي مقفله في وشك خالص، مش عاوزه تفتح. انت كمان قدامك طريق طويل، اوله انتوق واخره هتاخد حته خازوق. يد انا شمردل فوق. نفسي اعرف ايه اللي عبك فيه دوت. ده انت ما تعرفيش حاجه عنه خالص. شفتي بيته؟ لا. شفتي اهله؟ برضه لا. مش عارفه، حاسه كده اني بحب شكوكو. ببقى مبسوطه جدا وانا معاه، يعني اعتقد كده انه بيمثل على روحه. بيتهيألي انه بيتمرن على الادوار. انهي ادوار؟ اللي لسه هيمثلها. الزم ده اسمه كلام؟ طبعا هو اللي قالك كده وانت صدقتيه. ما هي باينه زي الشمس اهي. هو في حد اساسا بيعمل كده؟ وليه يا ابو عز عامل بتحبني لما انت سرقت الوزه من قول لي بتحبني وانا وانا بالصلاه على النبي وانا وانا بدي اروح ده بالرسمي. بص هتلاقيهاش في دول لما تيجي تتكلم. اعوذ بالله من كلمه انا. سيد سيد سيد، قبل ما تقرر تبقى ممثل كنت بتشتغل ايه؟ كنت هام بس يعني هادي ما كانتش جات، فمن ساعتها بقى ولا ما بقتش. يا سيد ستوب بليز، كفايه تمثيل بقى، ارجع لشخصيتك. ها قولي كنت بتشتغل ايه؟ كنت باكل. ها؟ باكل الاسعار حضرتك. ازاي؟ يعني بستفها كده واطبقها وافردها واظبطها واحطها قدامي على البنك. هي ايه دي؟ الاسعار؟ طب تعالى. انت كنت بتشتغل في البورصه؟ يعني درس اقتصاد؟ واو يا سيد، احنا تفكر زي بعض. شفت؟ شفت؟ ايكونومست. يلا يلا بابا مش هنلعب بعيد. ها احكي لي بقى،
سافرت فين؟ سافرت فين؟ سافرت فين ايه؟ يعني انا مثلا سافرت بلاد غريبه شويه، رحت الصومال، افغانستان، البوسنه. بس يا حرام الناس هناك مبهدلين قوي. ورحت ستيتس ويوروب، بس يعني اكتر بلد حبيتها حقيقي حقيقي القناطر الخيريه. خيريه؟ والله فيك الخير. احكي لي انت بقى. لا انا لفيت كتير، يعني عندك المغربلين وشوكولان وبيجام والدرب الاحمر. انا عشت بره كتير قوي. بره فين؟ عند اصحابي. على فكره يا كريم انت كده شغلك هيبقى في النازل خالص. ليه بتقولي كده؟ ازاي تبقى مشغل عندك واحده بالوقاحه دي وعاوز شغلك يبقى في الطالع؟ دي سكرتيرتك يا حبيبي، يعني هي اللي بتقابل العملاء وهي اللي بترد على الزباين وهي اللي بتكلم التليفونات، وهي ما عندهاش اي فكره عن اي بي سي الذوق دي. ما تنفعش سكرتيره خالص، ولا انت مش واخد بالك؟ لا لا هي مش كده خالص، ده بس كان سوء تفاهم، ما كانتش فاهمه صح، يعني ما كانتش عارفاكي. حتى لو ما تعرفنيش ازاي تقابلني بالطريقه دي؟ دي بنت فاشله. والله مش فاشله. الله، انت بتدافع عنها كده ليه زي ما تكون من بقيه عيلتك؟ Don't tell me انت مصاحب سكرتيرتك. دي مش صحوبيه، دي حكايه تانية خالص. Oh no. مش لدرجه Oh no، الحكايه مش لدرجه دي. شوف يا ماما، كابر دي حد مهم قوي بالنسبه لي، وانت اهم حد بالنسبه لي، يعني يهمني قوي ان مفيش حد فيكوا يكره التاني، وده حصل من اول مقابله والحمد لله. نقلب الصفحه بقى، ويا ريت تدوا لبعض فرصه تانية علشان خاطر. ممكن طلعت امه، انا فلست عليها غلاسه مش عارفه اعمل ايه. احسن عشان تبطلي غيره. كابر تخيلي ان في واحده بتشتغل مع كريم فظيعه، ومش بس كده دي هتموت عليه وبترسمه كده، يعني هتعملي ايه بقى ساعتها؟ هضربها علقه موت. ما انت لو ضربتيها هتبقي انت الخسران. بصي عشان تهدي ابقى عادي من 1 لـ10 وبعدين اضربها. اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة. واللي يفرجك دلوقتي على الإعلان اللي بتحلمي بيه ده، الإعلان اللي انتوا عملتوه لسالم دي ويدار واتخانقتوا بعدها، صح؟ بالظبط كده. يعني لو اتفرجت وعجبني هتنفذهولي زي ما هو؟ وأحسن. وسالم هتعمل إيه معاه؟ يخبط راسه في الحيط، ده شغلي، أبي هو اللي يستاهل. اتفرج. 17,001 و2. عمرو لو سمحت شريط. عمرو خمسة وخمسين مليون. لا ده مش هستنى لغايه لما يخلفوا بقى. الاعلان يجنن. هايل. عندك ميعاد امتى؟ اول امبارح. يا دوبك تلحقه، وانا هشوفك بكره ان شاء الله ونقعد نتكلم. ان شاء الله ان شاء الله. خلاص مش مهم، ما نتكلم دلوقتي. لا ما انا كمان متاخره، ده الشغل هايل يا كريم، وانا مبسوطه بالشغل معاك قوي. طب الحمد لله. الساعه 4 كويس؟ كويس قوي. باي. مع السلامه. ليه اخر التصرفات دي؟ شو انا نتعالج؟ والله والله ما بيبقى قصدي ازعلك خالص، بس بلاقي نفسي كده فجأة مش قادرة وببوظ الدنيا بعدها. ايه؟ هتخصمني تاني؟ ايوه لكن بعد بكرة، لانك للأسف بكرة معزومة عندي على عشا انتي وعمر في مهان امي. ماما في مهان؟ انا كنت معاها غلسة جدا، بس هي لطيفة قوي قوي والله.
تنسوا حاجه يا جماعه؟ يا ريت. انت اللي بتجيب الحاجه بنفسك؟ امال فين عم شحات؟ نزل البلد طلع اجازه. الله، هو مش كان في البلد الشهر اللي فات؟ الراجل ده غريب قوي. في سؤال دايما بيلح عليا، ليه الناس دي بتحب تسافر البلد كتير كده؟ وتلاقي الواحد فيهم يقعد يقول لك انا رايح البلد، انا جاي من البلد، وهو فخور ومتقنعر قوي كده، ويبقوا مبسوطين وفرحانين بايه؟ بالتراب والناموس اللي بيروحوا يقعدوا فيه. ايه اللي بيعجبهم هناك؟ ريحتها. ريحتها. على فكره انا ما بهزرش، بيعجبهم فيها ريحه الخبيز والحطب واولح الذره، بلدهم اللي هم جايين منها. ده مش كفايه؟ احتمال برضو. لا مش احتمال، انا متاكده، لاني جايه من هناك من البلد، وبتوحشني برضو الارض والناس، رغم اني بقيت من هنا نوعا ما. يعني شكلي ما فيهوش حاجه غريبه، لبسي مش وحش، تصرفاتي مش بشعه، يعني ساعات بعوك بس مش قوي، وبقيت مش بطله في الانجليزي، وبحل مسابقه المليون وبوصل لغايه 32000 ريال. بس انا بقى هفضل ورا جورج ده لغايه لما اجيب قطره، اجيب المليون، ما ينقصش ولا مليم. ايه رايك فيا؟ ممكن اكسب؟ طبعا ممكن تكسبي المليون. سبقي بقى، ده انا هيبقى معايا مليون، ونبتدي نتكلم مع بعض من غير ما يبقى في جوانا حاجه. ينفع؟ هفكر. اعمل لك بقى طبق فاكهه بايدي عشان نحتفل بالهدنه. شخصيتها لطيفه قوي قوي قوي، شفتي؟ بس ما تنفعلكش. بحبه بقى موت بغيظك. حفتن عليكي، ما انت عارفه ان انا خباص. ولا يهمني، انا حفتن عليا. الله، ده انت فاقده بقى ومش همك. ما انا لازم اعترف له قبل ما واحد سافر يقول له، فيقلب عليا، وساعتها الحقيقه تقلب معايا فيلم هندي، وانا الصراحه ما بحبش الافلام الهندي. لكن بقى لو قلت له الحقيقه، الحقيقه تقلب معايا فيلم امريكاني، وانا بموت في الامريكاني. مش فاهم. هحاول افهمك، يعني لو بطلت فيلم هندي حصل لها نفس موقفي، هتعمل ايه؟ تركب الفيل وترقص مع اميتاب باتشان. وبعدين اهلها يعرفوا فيسحلوها هي والواد اللي بتحبه، وبعدين يجوزوها الواد رزل ما بتحبوش فتنتحر. طب لو فيلم عربي بقى، البطلة كانت هتعمل ايه؟ لو فيلم عربي بقى، البطلة كانت هتعمل كده. لا ايه ده؟ ايه فكست؟ طب نخش على الفيلم الامريكاني بقى. بطلة الفيلم الامريكاني بت بقى مخلصها زي تقع في حب البطل، يطلع فقير يطلع صايع ما تفرقش، هي بقى بنت شخصيتها قويه ثابته، بتضحي بكل حاجه عشان اللي بتحبه. اهلها بقى ديناصورات غيلان، نو بروبلم. يعني هتواجهي باباك بجد؟ اشمعنى؟ عشان اخد لك منه ميعاد. ما بابي فوق، بس فاضل له تلت ساعه ويخرج. طب الحق قفش في الوقت ده وواجهه وخلص معاه يخلص عليه. ده ولد كويس قوي اتجوزيه بقى. يا بابي انا بتكلم جد، بليز بلاش طريقه، انا عايزك تفهمني وتقرب لي، مش ده مستقبلي؟ مستقبلك يا بنتي، مستقبلك تبنيه الاول باعتمادك على نفسك، بعد كده تشاركيه مع راجل كون نفسه، مش ده؟ فكري كويس وادي لنفسك فرصه. اهدي بقى فرصتي وجات لحد عندي. انا طول عمري نفسي اكافح واتسحل ويتمسح بيا الارض. ارجوك يا بابي ما تحرمنيش من السعاده والمرمطه. بصي تعال، انا بنصحك لاني بحبك، ماليش غيرك، وانت في الاخر حره. عارفه ليه؟ لانك كبرت سنا، وده مسافر. ما انت وماما على طول مسافرين، المشكله لما دماغي تسافر حقها. مش مهم، بقول لك ايه، ما تديني مليون استرليني ابتدي بيهم رحله كفاحي. الو
الو استاذ كريم شلش معايا؟ مين عايزه؟ انا الدكتور شمردل، العالم الفلكي والروحاني الشهير. ايوه انا بتاع الاعمال وحلال المشاكل. الحقيقه كنت عاوز اكلم الانسه كابر لانها كانت طلبت مني اتدخل في مشكله كده. ولا اقول لك انا هبطلبها بعدين. باي. سحر واعمال وكابر بقى كده صح. ايه مالك؟ شفت عفريت ولا ايه؟ انا اسفه بس مش متعوده على حد يجي قبلي. في حاجه؟ غريب اني اجي بدري. جاي اخد شرايط لكريم شغل. اه باي. اه على فكره بيبقى بخاري عشان العفاريت والحاجات دي، انت فاهمه. بخاري. باي. الو الو مين معايا؟ لا انا واحد ما تعرفيهوش. هقفل السكه. استني استني الشيري ما تبعيش. انا بس عايز اقولك ان سيد ده لا ممثل ولا حاجه، سيد ده مجرد مكواجي. روح حضرتك شوفي محله في شارع نبيل صبحي. وعلى فكره لو عرفت اسم سيد ايه هتموت على روحك بالضحك. اسمه سيد بخه. بخه الله عزيز. ايه سيد يا بخر؟ اسود ده ساسو البيت بتاعك؟ بتاعتي ايه بس دي؟ ما تعرفش ان انا بخر من اصلي. اركب يا زفت وراه. مكواجي ماله المكواجي؟ مش بني ادم زيكو؟ بني ادم؟ بني ادم كذاب وسافل. انت احقر حاجه قابلتها في حياتي يا معفن. ايوه معفن بس حبيتي وربنا المعبود حبيتي، وحبي ليكي ممكن يوصل لاعلى من اي عماره من دول. بس انا خساره فيك. انت خساره فيا؟ انا ساسو يا بخه. عارف ان انت ساسو، ساسو بنت الملياردير الطاقه المترقعه اللي ممكن تعمل اي حاجه تطلع في دماغها، وسايبك تعملي فيها اللي انت عايزاه وتعملي اي حاجه. وتكتفيني. كتفاني ليه يعني؟ بترهبيني؟ اه. طب ايه رايك بقى ساسو ان انا ما بعرفش اعوم؟ احسن. طب فكيني. لا فكينه يا ساسو. مش اذا كان على الجنان انا اجن منك ومن اللي خلفوكي. وهثبت لك بقى ان انا ممكن اموت وانا غرقان في حبك يا ساسو. سيد الميه ساقعه يا مجنون. سيد اطلع على عمر مكرم. عمر ايه اللي جابك؟ ايه يا عم المقابله دي؟ قلت اخدك ونروح سوا. ما يلا يا كريم بيري زمانها على نار. لا اسبق انت، انا هعدي على كابر الاول. كابر انت هتاخدها معاك؟ ايوه. ما انت عارف ان ده مش جوها خالص. عمري لو سمحت ما تدخلش في الموضوع ده تاني. انا مذهول، لا يمكن تكون انت كريم صاحبي اللي انا اعرفه. يا ابني انا خايف عليك، فكر كويس. وبعدين بقى دي ابتدت تلغوص في شغلك، ده غير بقى انها ما تنفعكش من اصله. عمري لاخر مره بقولها لك، كابر دي حد كويس قوي، لو عرفتها هتحبها، ولو ما حبيتهاش مش مهم. لكن افهم انها مهمة قوي بالنسبة لي. ها تحب نعدي عليها سوا ولا تسبق؟ سيد سيسو سيد عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب سيد عايز اتكلم معاك بس بجد مش بهزار.
انا دايخ او اساسو هما ادوني ادوني سرنجة ولا برشامة ولا ايه الاتنين. خلاص لما تصحى نبقى نتكلم. لا في حاجة بقى واقفة هنا ومش عارفة اقعدها. ومش قادرة استحمل عايزة اقول. طب قولي. سيد عايزك تبقى تفتكر دايما وتبقى متأكد اني حبيتك. ربنا يديم المعروف. عشان تبقى تفتكر بعد ما ايه؟ انت حاسه انك هتموتي؟ بعد الشر. مش ميتة مش دلوقتي. مش عارفة يعني. الله ما كلنا هنموت. بقولك ايه؟ انا عايز امي. روحيني لامي. يعني هتعزمني على شاي وتعرفني على طنط؟ طنط؟ هي حصلت فينا من الاباحة وقلة الادب؟ كل يوم. يا اهلا وسهلا. حلو قوي الكشري. كل يوم على كده بقى. قمرة انت تعبتي. اه يا انت عاوز ايه؟ ها؟ هاتي بوسة. الله الله. طنط بخة انت لذيذة قوي. يوه من زمان من زمان وانا كده. ميرسي يا وطنيه الاكل كان حلو قوي. على ايه ده انا حبيتك بجد. انت بتحبي قوي قوي يا ساس. لا صحيح حبيتك. يخرب بيتك. ايه ده اه بتحكي الدخ. ايوه مش هي دي بتاعه الجنينه؟ ما تسعش يلا عشان حلوشه. ايه ولا مش هي؟ ها يا بس الوضع عاطف بنخشي. ده فيلم تحفة ما حصلش. أنا سمعته إنه حلو أوي، عايز أروح أشوفه. هو مين المخرج؟ روبرت زيمكس. أوه آي لاف ذيس جاي. آه ما هو ده اللي أخرج فورست جامب. بتاع توم هانكس؟ أوه آي لاف ذيس جاي. بتحبوا مين الممثلين يا جماعة؟ أنا بعشق ميريل ستريب وجوليا روبرتس وروبرت دينيرو. آه دينيرو آي لاف ذيس جاي. وأنت بقى يا كابت بتحبي مين من الممثلين؟ شرف أنطح؟ طبعا شرف انطح وزينات وروستي والاسري. اوه الاسري I love this guy. شكلك خليك متأكد تتجوزيني. قلت ايه؟ مش هقولها تاني. نفسي اسمعها تاني. يعني سمعتيها؟ كنت بقول ايه بقى؟ كنت بتقول تتجوزيني بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وحاجات كده يعني صح؟ الله 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 الله. كريم الشريط اتسرق. انا شريط الشريط بتاع الاعلام بتاع سالم دويدار لسه شايفاه حالا في التلفزيون. بتكلم ليه؟ عشان تقول لك حرامي وسرقتني؟ لا لا يا حبيبي ده بس عشان اعلمك درس لا يمكن تنساه. اسمع يا ابني خدها مني نصيحة. بص لنفسك وتحدى على قدك. ايه رأيك في بيت الشعر ده؟ بقوله لنفسك كل ما ينزل الاعلام في التلفزيون. يا ابن الكلب فين عمر؟ ماشي. ايوه عمر. اه كريم تعالى لي على المكتب حالا. ايه يا ابن الحيطه وحشك. في حاجه؟ في كارثه. بحس وانا معاك ان لو مؤاخذه يعني تيشه كاني ولا حد. انا عارف اساسه ان انت ما تقصديش. اهلك دافين قوي يا سيد. كان نفسي اهلي يبقوا كده بس مش مشكلة. أنا خدت على البرد على التكييف. بس الوضع ده يعني ما يكيفنيش ما يلزمنيش لأن أنا الراجل وأنت لو مؤاخذة الست. يعني لازم تمشي تحت طوعي. تبقي ماشية كده ورايا وأنت مدلدلة يعني حضرتك مؤاخذة. حلمت معاك أجمل حلم بس هي خسارة. طلع حلم في الآخر. آه ما الراجل مننا لو مؤاخذه لازم يبقى مالي مكانه كده ومطرحه والست بتاعته تبقى مقتنعه بيه ويوم ما ترفع عينها فيه يقوم كارتها على قفاها ومعديها في الصاله كده يفوقها لنفسها ولبيتها.
وانا بصراحه ما اقدرش اعمل معاكي كده اساسا. ايه ده؟ يعني الراجل منكم لازم يعمل الست مننا وحش كده؟ امال يشكمها ازاي حضرتك؟ يعني بديها بالشوز؟ اه وبالجزمه كمان. وليه ما عملتش كده يا سيد؟ ما اقدرش اعمل معاكي كده اساسا لاني لما بشوفك كده بيحصل لي انبهار عصبي. يا ريتك كنت عملت كده. لا ما ريتكش، كويس انك ما عملتش. مش فاهم. مش مهم، دي حكايه طويله وممله وخلاص. anyway احنا متفقين صح؟ متفقين على ايه؟ اننا مش هنكمل. متفقين؟ ايه رايك لو كملنا صحاب؟ استغفر الله العظيم، كده من غير جواز؟ لا طبعا مش كده، انا قصدي اتنين صحاب وصحاب كويسين اتقابلوا لما اختلفوا ما افترقوش، فاهم؟ مش فاهم يعني. معلش عيدي تعالى، مش كمان كنت سرحان مع نفسي. يو يا سيد كل شيء هقعد عيد. يلا يلا بينا نقوم من هنا. خفيش الجنينه دي بالذات امان، وكل اللي فيها حبايب، وعمر البوكس ما بيجي فيها بدار. اهو شفتي بيجي بوشه على طول. خش يا اختي. بطاقتك يا ست ولا يا بنت انت؟ انا؟ ايوه انت. انا بنت؟ طيب انا هوريك دلوقتي بقى انا مين. مش عارفه. اوعى. سنه واحده يا باشا. كون هنا يعني بطاقه؟ ايه ده؟ ده سمون في مين؟ سمون في دي ملفز اتقال قدام بيت ظابط برضه والنبي اعمل. ايه ده؟ ده سلمون. تاكل؟ بقول لك بلاش راجعين. شكلك معكيش بطاقه وهتقعدي معانا كتير. لا 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 من فضلك بليز لو سمحت. طب طب رخصه السواقه تنفع؟ رخصه السواقه ايه يا بت؟ احنا فعلا سمسم، ما تستهبليش. احنا يا باشا مستعدين نحلف لك على المصحف تروح البيت جري يا باشا، هتجيب البطاقه وتنها راجعه فريره. بس يلا بلاش لف. طب ممكن اعمل مكالمه واحده من الموبايل لو سمحت؟ مكالمه واحده بس. واحده بس ماشي. رهيب. خارج نطاق الزفت. وايه اللي وداه هناك؟ يعني انت يا عمرو انت بتجيب لي الشريط؟ ما شفتش شريط سالم خالص. انا خدت الشريط ساعتها وطرت على اللوكيشن. دول كانوا شريطين؟ لا شريط واحد. كانوا شريطين انا متاكده. اه طبعا، ما انت مكشوف عنك الحجاب. ويا ترى بقى عرفتها لوحدك ولا شماردل قالها لك؟ شماردل؟ شماردل ده الدجال اللي الهانم سحرالك عنده. فوق بقى يا كريم بدل ما تخسرك شغلك واصحابك. ولا ايه يا صادقه يا بريئه يا تلقائيه؟ خليكي زي ما انتي، مش كده يا كريم؟ اشرب بقى. انا فعلا رحت عند شمردل بس عشان سيد. سيد؟ ايوه سيد المكواجي، والله العظيم ما بكذب. وانا قلت لك قبل كده مش عايز احسك تاني. ها يا ساسو. ايه؟ بليز ممكن ما تقولش لبابي؟ تفهم هو ده كل اللي همك؟ مش نقعد بقى ونحاسب على تصرفاتنا؟ انا عايز اعرف ايه اللي همك على الواد ده. خلاص بقى بعدين. سيد يا نهار ازرق كملت. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ سيد المكواجي؟ انت ايه اللي وداك الجنينة؟ الا مين قالك على حكاية المكواجي دي يا استاذ؟ العصفورة البريئة اللي عمرها ما بتكذب، بريئة خالص ما بتغلطش، بس في عيب واحد بتسحر للرجالة. كريم خش في الموضوع، انت عرفت صح؟ طبعا. بس والله ما كانش قصدي اذيك، وبعدين ما حصلش حاجة يعني الحمد لله. العمل ما نفعش وشمردل طلع كفتة في الاخر. شمردل كفتة؟ ومين شمردل كفته ده؟ انت عملتي لي عمل يا ساسو عند شمردل برضو؟ شمردل ده ايه؟ واخدكم اولى؟ انا مش فاهم اي حاجه، حد يفهمني حاجه يا اخوانا. يعني كابر عملت عمل للسيد يا راجل، وانت عملتي لي عمل، والعملين عند شمردل. فانا وكابر حبينا بعض
وانتي وسيدي تهببتوا وحبيتوا بعض. مكسوفين ها؟ مكسوفين من ايه؟ من خيبتكم طبعا. يا نهار اسود، ده انا مدهوش دهشه، ده انا جالي اندهاش في الذاكره. كريم ام سو سوري. ام سو سوري؟ لا يا شيخ، ساسو فريدي العمل ده كان نفع واتجوزنا. كنت هتعتبريه ايه؟ جواز حلال على سنه الله ورسوله؟ يعني جوزك بجد وانت جايباني بالسحر؟ وانت يا ملاك. اه يا ملاك. كنت هتبقي حاسه بايه؟ انك سعيده ومبسوطه وراضيه عن نفسك برضو؟ ترضي ان حد يجيبي بالسحر؟ ترضيها انت؟ شفتي؟ شفتي؟ والنبي يا سيد مش ناقصاك، اللي فيا مكفيني. وكمان بتبجحي؟ يا ساتر عليكي. هي البنات جرالها ايه؟ اه جرالها ايه حضرتك؟ مخوكو ضرب ولا ايه؟ مخوكو ضرب ولا ايه؟ انت ايه يا اخي؟ صدى صوت ولا ايه؟ ما فكرتوش ان السحر ده شر؟ انه تحدي لاراده ربنا؟ بلاش، لو كان السحر هو الحل كنا حلينا بيه كل مشاكلنا، كنا عملنا عمل الحب وعمل للرزق وعمل لراحة البال والأمان وعمل للمطبات وعمل للأسفلت وعمل للبلعات حضرتك، أو كنا عملنا عمل وبقينا أغنى بلد في العالم، أو عملنا عمل إسرائيل وخرجناها بقى من فلسطين. انت لسه قاعد قدام البطيخة دي؟ كريم عارف ان كابر ما كتبتش عليه. وافرض يعني تفتكر ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. انت هتفضل لغاية امتى متعلق بحبال دايك؟ ليه مش قادر تقتنع ان الموضوع بح خلاص وانك خدت صابونة؟ بقولك ايه يا منصور، ما تيجي نقسم الصابونة. ألف مبروك والله، وبقيت بيه يا واد يا بخة. بقى عندك مغسلة قبها ومبقاش في حد قدك في الحتة كلها. ربنا يخليكي لينا يا ساسو. واد يا بخة اكتب عليا بقى، هو احنا يعني نفضل مخطوبين كده على طول؟ ده انا خللت جنبك بصراحة كده. في حاجة موهوشاني من موضوع كتب الكتاب. اللي هي ايه؟ على اساس يعني ما يصحش يعني اكتب كتاب عليك وكده واخدك الجنينة وبتاع. قعدت اضرب كلاكسات انا وصف العربيات اللي ورايا، انه يتعتع ولا الهوى. طبعا اتنرفزت جدا، قمت نازله من العربيه واخده الكوريك في ايدي عشان لو اتكلم كلمه زياده. رحت له عند شباك العربيه وقعدت ازعق واشتم، بس مش بالفاظ يعني. قام نازل من العربيه واداني قلمين. رحت انت مديله بكوريك في دماغه؟ لا طبعا، قلت له نمره موبايلك كام؟ اول مره في حياتي اعمل الحكايه دي، على اساس ان كان عندنا في البلد زمان طينه بنزحلق عليها.